للتوسل ما حكمه وما أقسامه، والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو جائز؟ التوسل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والوسيلة هي الطاعة والقربة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه سبحانه وتعالى بطاعته وعبادته. أما التوسل بالأشخاص، توسل بدعاء الصالحين، أن تطلب من أخيك الرجل الصالح أن يدعو الله لك، فلا بأس بذلك. هذا التوسل بدعاء الصالحين، لا بأبدانهم ولا بجاههم. كذلك التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، توسل باتباعه وطاعته ومحبته، وكذلك التوسل بدعاء الصالحين، أن تطلب منهم أن يدعو الله لك إذا كانوا حاضرين عندك وقادرين على الدعاء، تطلب منهم ذلك. لا تطلب الدعاء من غائب أو من ميت أو من جن، إنما تدعوه لمن كان حاضرا. لا تطلب الدعاء من ميت، إنما الدعاء من الحي الذي يقدر على الدعاء. وأما التوسل بالجاه فهذا لا يجوز، هذا بدعة. التوسل بالجاه أو بحق الصالحين أو بحق، هذا كله بدعة. وأما التوسل أيضا بالتوسل بالأعمال الصالحة التي سبقت منك تتوسل بها إلى الله، فلا بأس بذلك، بدليل حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة ولم يستطيعوا الخروج، توسل كل واحد منهم بأعماله الصالحة ففرج الله عنهم بذلك. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تقول: يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، وهكذا. نعم.